علينا دلوقتي وصحيين من بدري وكلهم نشاط وحيويه، ومعادنا دلوقتي الفقره الرياضيه مع كوتش حسام. صباح الفل عليك. صباح الخير. ايه الاخبار؟ عامل ايه كوتش؟ الحمد لله. انا في ناس كتيره سالتني في تمرينه مهمه جدا، عشان كده انا كنت عايزه اسالك في الموضوع ده. بالنسبه للسن اللي فوق ال 65 او فوق ال 60 سنه، ايه التمارين السيف او التمارين الامنه اللي ممكن تتعمل في البيت فوق ال 65؟ لان في ناس كتيره جدا بيتخيلوا ان كبار السن بيبقوا سنهم من 50 سنه 55 سنه. من 50 بالظبط. لا، هو فعليا السينيورز او كبار السن بيبداوا من 65 سنه. اوكي، يعني انتوا لسه شباب تحت 65. ايوه بالظبط. ولا وفوق 65 كمان. شباب شباب الروح. اللي صاحب الساعه 7 8 الصبح دوت كده عشان يعمل تمارين، ده شباب. صح، عندك حق طبعا. ربنا يديهم الصحه. مهم ليهم قوي كمان التمارين بالنسبه لكبار السن او السينيورز دولت، ان احنا يعني في حاجات بنخلي بالنا منها وفي حاجات بنركز عليها. الحاجات اللي بنخلي بالنا منها ان احنا مثلا واحنا بنعمل التمارين ما نعملش رينج اوف موشن او مدى حركي للعضلات بتاعتنا زياده عن اللي هم متعودين عليه. عشان ايه؟ ما نأذيش المفاصل مثلا. بالظبط، علشان المفاصل بتاعتنا واللجمنت بتاعتنا ما تبقاش واخده رينج اكتر من الطبيعي. تمام. كمان ما نقدرش نتمرن واحنا في السن دوت تمارين اللي هي بيبقى فيها بالانس كتير او بيبقى فيها ريسك ان هو ممكن يقع، لان الوقع بالنسبه لهم هيبقى فيه مشكله شويه. طبعا. فبنحاول ان احنا نعمل تمارين ستيبل شويه سيف قوي، مهمه قوي ان هي تبقى تمارين امنه. امنه. طيب التمارين ايه يا كوتش؟ خلينا نبدا كده. ممكن نعمل شويه تمارين دلوقتي سهله، وكل الاعمار اللي حتى يعني لو وصلوا 80 سنه يقدروا يعملوا التمارين. تمام، دي تمام جميل. واكتر من كده طبعا. فهنبدا بشويه تمارين بسيطه من ضمنها تمرين اسمه السكوات. احنا متعودين نعمله كتير، بس بالنسبه للسينيورز يقدروا يعملوه وهم عاملين الشير سكوات او يقعدوا على الكرسي زي ما احنا هنعمل دلوقتي. اوكي، يعني يجيبوا كرسي وكانهم بيقعدوا يعني. بالظبط، هو هيقعد عادي بس يراعي بس ان هو رجليه تبقى 90 درجه وهو قاعد. تمام. ظهره يبقى مفرود، ممكن ايده تبقى مفروده قدامه، وممكن جدا ان هو يسند على كرسي او يسند على حاجه جنبه، حاجه تساعده. تمام. ويبدا يقوم ويقعد تاني. اعتقد يعني حركه سهله، ما فيهاش حركه سهله جدا. كملي. طالما ما فيهاش صعوبه بقى يبقى عايز 50 عدد. حسيت برضه انه حسيت ان في خيانه في الموضوع. ماشي. ممكن يعمل دوت 10 مرات، ثلاث يعني 10 عدات كده ثلاث مرات كل يوم. واتمنى التمارين اللي احنا بنعملها ديت تكملي يا فرح ما توقفيش. ممكن نعمل لها شير مثلا لو نعرف حد مثلا من قرايبنا، حد من اصحابنا سنه كبير، ممكن جدا ان هو يستفيد من التمارين ديت. في تمرين تاني ممكن تكون بيمرن السمانه ويبقى سهل عليهم قوي لو كانوا ساندين على حاجه، فممكن تسندي هنا. نسند على حاجه. اوكي. هنبقى واقفين عادي، ركبتنا متنيه تانيه صغيره، وهطلع بمشط رجلي لفوق. دي اعتقد بتمرن ايه؟ بتمرن السمانة. هحاول وانا هنا ان انا اطلع واثبت ثانيه فوق، فهطلع 1 2 انزل واطلع تاني. 1 2. هل الوقفه في وقفه معينه مثلا يا كوتش؟ يعني الواحد يبقى ظهري مفرود. تمام. بطني مشدوده. تمام. على طول ظهري مفرود وبطني مشدوده في كل التمارين. واحنا بنعمل التمارين دي هحاول ان انا وانا بعمل الحاجه المتعبه افضي النفس مهما كان التمرين. ده الشكل بتاعنا. تعبتي؟ اكيد. لا، هي تمارين سهله. لا يعني. لا طبعا يا جماعه. في تمرين تاني برضو واحنا واقفين هيبقى سهل وجميل بالنسبه لهم جدا، ان احنا نمرن الاوتر ثايز او العضله الخارجيه بتاعه الرجلين. تمام. ان انا بشد بطني قوي، ظهري مفرود، وبطلع برجلي من الجنب. 1 2 3 مش لازم للاخر. Four. طبعا صح، يعني Five. عشان مش كله مش لازم لاعلى مدى، لحد ما يقدر بس يوصل، يعني ما يدوسش على نفسه. انا مش عايز ستريس. تمام. على المصل الحركه عايز دي بتساعد الرينج اوف موشن الطبيعي بتاعه. بتمرن العضلات بتاعت الاوتر ثايز اللي هي الخارجيه بتاعت الرجلين، وبتقلل لو في اي اصابات ممكن تحصل دي بتقللها كتير جدا. تمام. وبتزود حاجه مهمه قوي عند السينيورز اسمها يعني الموبيليتي بتاعتهم او الحركه بتاعتهم. طبعا. علشان ما يبقوش الحركه بتاعتهم محدوده ومش عارفين يمشوا كويس، التمارين ديت هي بتزود. بتنشط. ده حقيقي. طبعا ده حقيقي. طبعا. في تمرين تاني بقى ممكن نعمله للارمز اسمه البايسب كير. اوكي. هناخد الوزن. وطبعا ما ننساش ان احنا ممكن نستخدم ازايز الميه، نستخدم اي اوزان معانا بس تكون اوزان متساويه. ازايز ميه. ازازتين صغيرين مثلا. وهنمرن ايه دلوقتي؟ البايسبس. بايسبس اللي هي العضله دي. تمام. هنبدا نشتغل هنا برضو بنتني الركبه شويه. ايوه يا كوتش، هو انت كده يا كوتش. خلاص صح كده، فرح وصلت معانا. خلاص حفظت. النفس دايما وانا بعمل الحاجه المتعبه.
اوكي مش وانا بنزل وانا بعمل حاجه المتعبه، المتعب بالنسبه لي ان انا اطلع لفوق. طلع النفس 10 كمان. هاي التمارين دي ممكن نعملها الصبح اول ما نصحى، هتزود دوره دمويه بتاعتنا، هتنشطنا اكتر شويه، هتخلي النوم بتاعنا يتحسن كتير. لو في ديبريشن بعد الشهر يعني بيحسن المود، بيحسن المود دايما الرياضه بتعمل كده اكيد. الويتس، نسبه السكر في الدم، حاجات كتيره جدا بتعمل كنترول ليها. التمارين دلوقتي عملنا 4 تمارين، هل لسه في تمرين كمان؟ طيب هل مثلا التمارين دي كل يوم تتعمل، ولا لو مثلا اكتفينا بتمرنتين مثلا في اليوم؟ هنحاول نحافظ على 3 تمارين مينيمم. وعلى فكره ده مش للسينيورز بس، لو حد اصلا الفتنس ليفل بتاعه اقل من كده شويه يقدر يستخدم دوت، ده مش بس للسينيورز يعني. طبعا ماشي. ممكن نعمل تمرين اسمه البوش ابس كمان لعضلات الصدر، ممكن يعملوه على الحيطه او ممكن يعملوه على ركبتهم، يبقوا قاعدين ركبتهم هنا، تبقى الركبه ايوه، وهنزل هنا واحاول ان انا انزل بصدر لتحت واطلع. كملي 5 عدات. سلكه التمارين ديت تقدر تعملها مثلا مره في اليوم، 5 تمارين مينيمم، 3 تمارين فرح. فرح بتتمرن، انا عملت تقريبا بعد فتره اصلا بنقعد تقعد تتمرن اكتر، بتكمل معايا ساعه كمان تمرين. انا يعني بنتهز الفرصه. مش بس التصوير، لا احنا مش تصوير، هي بتتمرن. انا بتمرن بس. هي ده، انا كنت هسيبها فتره ثانيه. صباح الفل، شكرا يا فرح، باي باي.